ميتة يتوب علينا يا رب من تجارة السلاح دي. احنا ربنا كرمنا اخر كرم، مش محتاجين لها حاجة. اول اهم سلاح مش حرام، ثاني اهم يا ابو يوسف الموضوع مش فلوس، السلاح قوة هيبة شراب. واحنا ما نعرفوش نعيش مدير السلاح يا ولد ابوه. ايه ده؟ عملتها بنت الفرطوس. انزل نشوفه فيه ايه؟ بص على الريداتير لحد ما اجيب ميه من الشنطه. تمام. اسمع يا عواد، شوف الاولاد فين وحسابنا بعدين. كل سنة وانت طيب يا يوسف، كل سنة وانت طيب يا ولدي. ايوه يلا يا روح لامك. سنة وعدت من العمر يا اولاد ولا كانها يومين. الله يرحمك يا بلال. تعيش يا بوي، واللي خلف ما ماتش، ربنا يديك طولة العمر وكبرنا وهبتنا من هيبتك. ايوه بس انا هوا، واحنا بندادوا ونجلعوا، واللي بندادوهم ونجلعوهم لا بيقدروا ولا بيفهموا اصلا. الزموا الكلام ده دلوقتي يا امي. مالك ومال يا بنت؟ في ايه؟ مالك نجري من نجري ليه؟ وقرشه ملحتي ليه؟ انا خلاص مرارتي اتفاجعت. سلامة مرارتك يا خالة، ان شاء الله اللي يكرهوكي. يا بنت ده انا يجي من 30 40 سنة كده لما كنت جدك كانوا بيسموني سكينة الكهينة، انتي هتتكهني عليا يعني؟ مين اللي بيكرهوني يا جدرة؟ مين؟ أنا مش منهم يا خالة. واه بتحبيني إياك، بتحبيني، بتحبيني يا بنت؟ وأكرهك ليه؟ أنتوا هتقلبوها عركة حريم ولا إيه؟ لا عركة ولا حاجة. أنا ست في حالي وعايزة أربي ولدي، وأنتوا ما شاء الله عليكم عيلة كبيرة. لو عايزين تقتلوني تعملوها ولا حد هيقول حاجة. واه وأنتي شايفانا قتالين قتلة ولا إيه؟ لا سمح الله. احنا نقتلوا اللي بيننا وبينه طار، ما نقتلوش عشان القتل. هنروح من ربنا فين لما نقابله؟ هذا الشر عليك يا عم. مالك يا مرت اخوي؟ ولا تعودت تخطبي والناس يسمعوا لك؟ زعيمه اياك. لا زعيمه ولا عايزه اكون. ربنا يعلم اللي في قلبي ناحيتكم، وانا في قلبي ناحيتكم كل خير. انا صح في حالي لكن صعيديه وباقي على عهد المرحوم، واللي عايزه في وصيته حيكون. الحقيقة يا عمي الأرض مش باسم بلال، المرحوم كتبها باسمي قبل ما يموت،
وأنا مش هتنازل عنها. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ كدابة في أصل وشك، ولدي ما يعملش كده. أنا بقول الحقيقة. بس إحنا لسه جايلين، إنه ما عندناش حريم تونس. دي أرض ولدي، وهي في أمانتي لحد ما يكبر. هتكوني أمينة عليه أكتر مني؟ العفو كبير، بس دي وصية المرحوم. لو أنت بتحبني عشان خاطر بلال، الباقيين بيكرهوني. أنت واعية اللي بتقوليه ده؟ عمري ما كنت واعية زي دلوق. اللي بتقوليه ده هي نادرة يطير فيها رقابة. ما كفاية يا علاء. أنا ساكتة. رد أنت يا كبير، رد. أم يوسف تعبانة بعد كل اللي حصل، هسيبها دلوقتي ترتاح وبعدين هنتكلم. نتكلموا في إيه يا عبد الجبار؟ إن الشمس هتطلع ولا لا؟ إن الليل هيجي بعد النهار ولا لا؟ والله يا ست نادرة يا قدرة، عملت جنون لوحدك. أنت بتقولي إيه يا حاج؟ أنت مش زرتي بيت ربنا؟ أيوه. وأنت يا كبير ما تفوتش فرض إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم. يوسف لورث، وأنا كمان مش هسيبه إلا على جثتي. عجبك الكلام ده يا عبد الجبار؟ ممكن أمشي يا كبير؟ وتعب نفسك ليه يا مسعود وجاي من النجع لحد هنا؟ البيت ضيق ولا خايف من سميرة؟ مسعود عبد الجبار ما يخافش غير من اللي خلق. عاوز تقول ايه؟ عايز بيت واحد يلمنا. ما احنا قاعدين في بيت واحد. وبعدين معاكي، ما انت فاهمه قصدي ايه؟ عايزنا نتجوزوا انا لومون عيني. واه، كل ده عشان 50 فدان بتوع يوسف. فدادين كتير، لكن نادره واحده بس. واه، وكمان رومانسي. انت هتتنجوزي علي؟ اه رومانسي، بس مش مع اي حد. مش معنى معاي؟ عشان عجبتيني وعجبنا عقلك وقوتك وقلبك الطيب. اسمعني يا مسعود، يا اخو الغالي وعم الغالي وولد الكبير، انا مش هتجوزك. خايفة من سميرة ياك؟ ده انا اذبحها تحت رجليك. مع ان سميرة تستاهل الذبح، بس مش عشان خايفة من سمير، لأنك عمرك ما دخلت قلبي من أصله. في إيه مش عاجب؟ من غير ما أقول، القبول ده بتاع ربنا، وأنا في حاجة قفلاني منك، ما عايزاكش. هتندم يا نادر. ليه؟ هتقتلني؟ لا، أنا مش حرمة زي مرتي، أنا انتقامي أكبر بكتير. اللي ترفض مسعود تتحمل ناره. أنا جمعتكم النهاردة عشان أشاهدكم علي، وربنا شاهد قبلكم كلكم. أم يوسف هتروح الشهر العقاري وتتنازل عن الأرض. أنا حط فلوس في البنك باسمها واسم ولدها عشان تضمن حقها. عين العقل والله يا أبوي. عاوزش أواجه رب كريم وتحاسب إني ظلمتها. ربنا يديك طولة العمر يا ابوي وعين العقل، بدل ما ارضنا تروح للراجل الغريب اللي كانت معاه نادر النهارده. انت بتقول ايه؟ راجل مين؟ انت كذاب. يا ست حره وشريفه غصب عنك. يا اختي ما تهبيش فينا كيف وابور الجازل الخربان. ردي عليه، ردي قد السؤال يا بنت. ما هي بترد اهي. في ايه يا عبد الجبار؟ اياك هتصدقها هي وتكذب ولدك. ليه هو مسعود ولي؟ أنا رفضتك يا مسعود، بتراقبني ليه؟ ما راقبكيش يا أختي ولا حاجة. الحكاية إن واحد شافك بالصدفة وقال له. واحد مين ده؟ قول. اهدي يا بنتي اهدي، خلاص ما حصلش حاجة. بيطعني في شرفي وتقول لي ما حصلش حاجة؟ ترضاها لنفسك يا كبير؟ طب أنتوا كلكم مكذبيني ومصدقين مسعود. الدكتورة بينا، مش أنا كنت معاكي يا دكتورة في المستشفى صح؟ صح. وما سبتكيش ولا لحظة، رحنا مع بعض ورجعنا مع بعض صح؟ الحقيقة نادرة النهاردة كانت معايا طول اليوم في المستشفى.
ما سابتنيش ولا ثانية عشان كنا بنعمل أشعة ليوسف على صدره وهي كانت خايفة عليه جوي. واه أشعة؟ والعيل الصغير ده صدره يتحمل أشعة؟ مالك يا مسعود؟ ما ماليش، هيكون مالي يعني؟ لا تكون لسه واخد على خاطرك من دميان عشان رفضتك وخدت عزة بدالك. انت حظك في الدنيا كده، تبقى الكبير والد الكبير، واحدة تسيبك عشان شداد والتانية تاخد عزة وتهملك. صدق بالله انت مرة ناقصة عقل ورباية. واه عشان بقول الحق كسر حجك يا مرة يا بقر. افهم، انا كنت عايز اتجوز نادر عشان الارض، والنصرانية عشان المقبرة. طب عيني في عينك كده؟ طيب غوري غوري اللي فجع لك عينيكي. السلام عليكم. اهلا يا اسراء، اتفضل. تعالي يا مرت اخوي، تعالي شوفي سلفتك ام دم تقيل. ايه يا سميرة؟ مزعلة جوزك ليه؟ الوكل دي قلت انت زعلانة مني فلازم انا اصالحك. عملت لك شوية جلجاس يستاهلوا خشمك. تصوري ماليش فيه. انا ليا فيه، على الاقل الواحد ياكل بنفس. بألف هنا وشفا وشويه ميه ورد كمان عشان تبلع. مطرح ما يسري يمري. اوعاك تكون صدقتها يا ابوك. جرايه مسعود، بطاقته تخلينا نصدقها. ما جايز تكون مزوراها. ما انت عايز تطلعها كيف ما انت عاوز وخلاص. اتكل الله. كانت عايزه تهرب والد اخوي بنت المركوب. والد اخوك اللي فارق معاك اياه. بتخرس منك ليه؟ اسمعوني، يوسف اهو معانا دلوقتي، واحنا اللي حنرعاه. نادرة واخوها هيتحطوا في مكان ما حدش يعرفه ولا حتى الدبان الازرق، وهناك حتشوف ايام سودة لحد ما تتنازل عن الارض، وبعديها تغور في 60 دهي وعمرها ما حتشوف ولدها. ضناها يا كبير. اللي قلته يتنفذ. هنقول ايه لما تختفي كده؟ راح تزور اهلها. حتطول. بينا يا كبير. راحت فين بنت الكلب دي؟ يلا بينا يا كبير، الواد معانا هم. جدتك يا اخوي، يا قلبي يا ابوي، يا مسبت شبه ابوك شبه ابوك. خذ يا بنت خذ. خلي مرات خلي بالها منس. الحمد لله على السلامه. يا قلبي هاتي عنك هاتي عنك خليني. بالراحه بالراحه. ايه يا ست اسراء، خايفه علي مني اياك؟ خايف علي منك ليه؟ كفايه عليك مولا ربنا يخليها لك. ايه شغل الحريم ده؟ ما تطلع وتخلص. قسما عظما اللي مسي شعره منه لاذبحه ذبح. كل يعرف حدوده. أنا ما عملتش اللي عملته دي عشان يجي حد يطفي فرحتي. يوسف هو صاحب كل حاجة، فاهمين؟ كل حاجة، الأرض والثروة والبيت والاسم وكل حاجة. أيوه
وديني بقولها لكم بعلو حس، كلكم في كفة ويوسف في كفة تانية. فياه الغلب اللي شافه لحد دلوقت. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. هاتولي يا مسعود هاتو. اسمع الراحة فوق راح. تعال يا حبيب جدك، تعال تعال يا حبيبي يوسف. الحمد لله على السلامة يا جدي. وانت يا سي مسعود ما جبتش نادرة معاك ليه؟ انت ناسي هي عندها ايه؟ دورت عليها كان الارض اتشقت وبلعتها. معلش، طول ما يوسف معانا مصيرها حتاجي على رجليها، وان ما جاتش احنا حنروحوا لها. هتروح فين يعني؟ أكيد في بيتها في نجع حريم. في أي وقت هنبعت راجلين يجيبوها كيف الشوال. تجوزت بنت الكلب؟ لو مين؟ دي رمت نفسها في حضن واحد قتال قتلة بعد ولدي بلال. بلال بلال ولد عبد الجبار. اهدى يا بوي. اهدى كيف؟ اهدى كيف وانا النار بتاكلني وكل؟ عشان صحتك بس. صحتي راحت راحت، انا الموت دلوقتي اهون علي. بعد الشر عنك، ان شاء الله هي واهلها واللي جابوها يا رب. كل اللي عملته في حياتي واللي عملوه جدودي، الارض والهيبه والعزوه والسلطه اللي قعدنا سنين بنحاربه عشانهم بقيوا في الطين. معلش، كل مشكله ولها حل يا ابوي. الا دي يا سكينه، الا دي. أنا حفيدي يتربى في الجبل وسط المطاريد. الله يسامحك يا بلال ويغفر لك على اللي عملته فينا. آخ، أودي وشي فين دلوقتي؟ أودي وشي فين؟ من الصاحب قبل العدو. دم يا أبوي، مفيش غيره. دم مين؟ ولدنا معاه. دم كل اللي يوقف في طريقنا. ما احنا جربنا. نجربه تاني لو خايف بعد. مش خوف، لكن لازم نفكره. بقول لك ولدنا معاهم. او هتوصل ناجر كل مطاريد الجبل، او هنصرف كل اللي ورانا واللي قدامنا. بعركة حياة او موت. كفاية كفاية يا ولد. انت هو حملونا دلوك، سيبوني معاه. انا تعبت يا سكينة. ألف سلامة عليك. أنا تعبت يا سكينة خلاص. قوم يا أسد قوم. أنا تعبت. اسأل أخوك خايب الرجع. كفاك يا أبوي، أنا مش صغير. وبتعلي حسك علي كمان. أنا اللي كنت فاكرك ولدي الكبير وانتراعي والسندي. يضحكوا عليك ده. حتى إراد الأرض سرقوه منك يا عويل. خدونا على أخوانا يا أبوي. الكبير ما يتخدش على أخوانا. الكبير يعمل حساب كل حاجة، لكن لما شافوك صغير اتجرأوا عليك يا عويل. طول ما انت كده، طول ما انت كده هتفضل صغير، عمرك ما هتبقى كبير. عامل كيف دلوك يا سمير؟ هذا جوزي ولا ده ولدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي سبقوا عيالي. يا بوي حمليني دلوك يا سمير، حمليني لحالي مع ولدي. ولدي يا أمه يا بوي، اللي سبقوا يا قلبي. عين عين، حسبي الله ونعم الوكيل. مسعود مسعود يا قلبي، مسعود يا دناي. مالك يا حبيب؟ ايه يخرب بيتهم اللي حسدوك، الله يعمي عينيهم عنك. مالك يا دناي يا حبيبي؟ ما ترجعش قلبي عليك. بسم الله ارجيك، والله يشفيك من كل داء يأتيك، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. رد عليا، رد عليا يا قلب أمك،
ايه يا زينة شباب الناجع، قوم عشان خاطري، عشان خاطري ما تموتونيش مرتين وانا حية. لازم موزيوك. انت بتتكلم على مين يا مسعود؟ ومين ده يا مسعود؟ بلال اخوك. ايه اللي جاب سيرة بلال؟ انا اللي قتلته. يا بوي بلوان. يا مري يا بوي يا مري، انت ملعلم، بتخترف بتخترف يا اخوي بتخترف. قتلت اخوك، قتلت عشان الارض، قتلت بلال اخوك. انت تقتل بلال؟ تقتل اخوك؟ قتلت اخوك بلال. بتخترف صح؟ انت بتخترف. قتلت اخوي. قتلته كيف؟ كيف ابوك اخوي؟ ما يصعبش علي. انت بتقول ايه؟ قتلت اخوك. قتلت مين؟ بلال. قتلت بلال؟ قتلت مين؟ انت بتقول ايه؟ يا كلب يا ابن الكلب، ما صدقتش فيك حد. قتلت مين؟ قتلت اخوك. قتلت اخوك يا واطي، عشان الارض هيموتوك. انت ما قتلتش اخوك، قتلت بلال يا واطي، قتلت اخوك. لا انت بتقول اي كلام صح، خان عليك اخوك. اه يا واطي يا واطي، اعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجه لده كله. يا رب يا رب، يا الله يا الله يا الله، منك لله يا مسعود، يا رب تموت يا مسعود. يا حبيبي يا بلال يا مسعود، يا بلال يا مسعود، يا بوي يا بوي، ولاد يا بوي يا ماي، ما قدرتش قلبي وداني يا ماي. يا مسعود، انت هتفضل قد ايه يا والدي؟ مش هتقوم وتشوف ايه اللي بيجرالنا؟ يا مسعود، ما فضلش حد ما تجرأش علينا، حتى الكلاب الضال هيبتنا وحسبتنا بيضيعوا. يا مسعود قوم يا ولدي، انت سندي، انت سندي وعزوتي، واني محتاج لك. ما تحرقش قلبي اكتر من كده، وحتكون زعلان مني عشان انا كسيت عليك. انا عملت كده يا ولدي عشان انت اول فرحتي والكبير من بعدي. ما تكونش فاكرني انا صدقت الكلام اللي قلته لامك انك انت اللي قتلت اخوك. لا لا، انا ولدي ما يعملش كده، ولو كنت زعلان مني يا ولدي اديني بحب على يدك واطلب منك السماح يا ولدي.